رئيس الجبهة التركمانية. أهلا بك سيد أرشد، في بداية حديثنا دعنا نبدأ من هذا البيان الذي صدر من رئاسة الجمهورية العراقية. شكرا جزيلا. أولا أنا لا أعلم كيفية، هل أنها زيارة لمكتب السيد رئيس الجمهورية إلى السيد رئيس الوزراء، أم أنها زيارة لإدارة محافظة كركوك إلى رئيس الوزراء؟ الإدارة إذا كانت لنا اعتقاد بأن الإدارة في كركوك مشتركة، أنا حقيقة كنت أتمنى أن يكون مع السيد محافظ كركوك رئيس المجلس ونائب محافظ كركوك، باعتبار كركوك لا تدار من قبل جهة سياسية، واحترامنا للسيد المحافظ هو عضو في المكتب السياسي ولكنه محافظ كركوك، والسيد رئيس المجلس أيضا عضو قيادي في الجبهة التركمانية، والأخ معاون نائب المحافظ أيضا عضو قيادي في المجلس السياسي العربي. إذا كان ينبغي أن يكون هنالك تنسيق مشترك لزيارة إدارة المحافظة برئيسها ونائبها وبمحافظها إلى السيد رئيس الوزراء، لأننا لحد الآن لم نتمكن من أن نعيد هذه الثقة المفقودة بين مكونات كركوك أو بين المسؤولين السياسيين بالدرجة الأولى. مكونات كركوك قد يثقون الواحد مع الآخر، ولكننا هذا التنسيق الأمني الذي نسمعه لا نعلم ما هي فحواه، ما هي الخطوات التي تم الاتفاق عليه. نحن لدينا بعض المشاكل والسيد رئيس الوزراء هو أعلم به، والسيد محافظ كركوك أيضا ينبغي أن لا يتصرف وكأن كركوك ملك له فقط، له لشخصه أو لجهة معينة. هذه الأمور ينبغي أن تكون بإدارة مشتركة بعمل مشترك، وإلا أي اتفاق ثنائي يحصل بين المركز وبين جهة معينة من الحكومة حتى وإن كان إدارة المحافظة، حقيقة لا يمكن لنا أن نقوله الآن ولكننا نشك فيها. لذلك ينبغي أن نعلم ما هي التنسيق الأمني، ما هي الآليات. إذا كانت الاتفاق حول تزويد شرطة كركوك بأجهزة وأسلحة أو بزيادة عدد أفراد الشرطة، هذا طبعا أيضا نحن طلبنا من رئيس الوزراء أن يدعم إدارة محافظة كركوك وأن يدعم رئيس اللجنة الأمنية في كركوك الذي هو السيد المحافظ عليه. أما إذا كان هنالك أمر آخر حول هذا التنسيق بوجود اتفاقات بين المركز وبين الإقليم على النشر القوات الأمنية الحزبية الكردية أيضا في كركوك بهذه الاتفاقات، حقيقة لكن يعني سيد أرشد إذا سمحت لي، لم يكن هناك مثل هكذا اتفاقات، وإنما التنسيق الأمني ينبغي أن يكون على لكن يعني سيد أرشد بين المركز وبين الحكومة المحلية في كركوك وبمكوناتهم جميعا. طيب يعني ولكن يعني سيد أرشد، المحافظ مخول حسب صلاحياته بإجراء هكذا لقاءات والتشاور، يعني هو يمثل المحافظة في هكذا اجتماعات، يعني هل يجب أن يأخذ دائما معه بقية أعضاء المجلس ورئاسة مجلس المحافظة أيضا لهكذا اجتماعات؟ أليس من حقه؟ صلاحية المحافظ نعم معروف، ولكن إدارة محافظة كركوك تختلف عن المحافظات الأخرى من وجود تنوع القومي، من وجود مشاكل بين مكوناتها، في وجود مشاكل أمنية أيضا لنا رأي فيها. مثل هكذا اجتماعات إذا كانت ضمن حدود الصلاحية نحن لا يمكن لنا أن نقول شيئا، ولكن أنا أقول التنسيق الأمني إذا كان خارج نطاق الحكومة المحلية أو أن يكون هنالك تنسيق أمني بنوع آخر، هذا طبعا لحد الآن لم نتعرف عليه، لم نعرف ما هي التنسيق الأمني. هل أنها هي سماح لقوات كردية أيضا بالدخول إلى كركوك؟ هل أنها سماح لقوات حزبية كردية بالدخول إلى كركوك؟ أم أن هنالك اتفاقات مبطنة بين الإقليم وبين السيد رئيس الوزراء؟ هذه الأمور مبهمة. طيب. نحن لا نعرف صلاحية المحافظ في حدود صلاحيته، ولكن مثل كركوك، مثل محافظة مثل كركوك بحاجة إلى رعاية مكوناتية، وأن يعطى أيضا المجال أيضا للمكونات الأخرى، قيادات التركمانية الأخرى والعربية أيضا، في التعبير عن وجهة نظرهم بخصوص الملف الأمني، لأننا
أكثر الناس المتضررين من جراء تدهور الوضع الأمني في كركوك. ودعنا ننتقل لهذا الملف الأمني يعني بعيدا عن البيانات سيد أرشد الصالحي، يعني بعيدا عن البيانات وهذه اللقاءات، دعنا ننتقل إلى أرض الواقع والملف الأمني تحديدا في كركوك. يعني إلى أين هذا الوضع الأمني في كركوك المتدهور، وخاصة كما قلت استهداف فئات معينة داخل هذه المحافظة؟ أنا أقول بصراحة الاستهدافات التي تحصل والتفجيرات التي تحصل في عموم العراق تختلف عما يحصل في كركوك ودوس خرماطو. الإرهاب والاستهداف الذي يحصل هي نوعية ومكوناتية، وفي كثير من الأحيان مناطقية تركمانية أيا كان هذه المناطق والأحياء. نعم يتضرر منه أيضا المكونات الأخرى المتواجدة في هذه المناطق، ولكن بالدرجة الأولى هي تأخذ طابع الإرهاب السياسي، وهذا الإرهاب السياسي ممنهج مخطط لها. هذه طبعا تعيدنا إلى مربع نشك بأن إجراءات الإرهاب السياسي هذه عندما يستهدف مكون معين ولون معين ومنطقة معينة، حتما هذا الإرهاب له وجه آخر، أو هذا العمل الشنيع له وجه آخر، له هدف آخر يتحقق من جرائها. وأنا باعتقادي قسم من هذه الأهداف بعضها بدأت تتحقق من خلال الهجرة التي تقوم بها أهالي كركوك إلى تركيا، وأهالي الطوس إلى كركوك أو إلى أربيل أو إلى كربلاء والنجف. هذه جزء من العملية الممنهجة التي مهدت لها الجهات السياسية التي تدعم مثل هذا الإرهاب لإفراغ هذه المناطق من مكوناتها. ولذلك عندما نحن نعاتب الآخرين نقول من هذا المنطلق، نحن كمكون تركماني أنا أراعي كل حقوق مكونات أهل كركوك بعربه وكرده وتركماني وحتى المسيحيين الأخوة المسيحيين، ولكن علينا أن نتحسس بأن هنالك خطة ممنهجة، وعندما يكون الخطة الممنهجة علينا يجب أن يتدارس الحكومة العراقية بأجهزتها الأمنية. لحد الآن لم نرى مثل هذا الاهتمام. تصور نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومعاون محافظ صلاح الدين يستهدفان، وأهالي الدوس يستهدفون بشكل مستمر، ولجنة تحقيقية من مجلس النواب الذي أنا عضو فيه لم يتمكن لحد الآن هذه اللجنة أن يأتي إلى دوس خرماطو ليتحقق كيف حصل التفجير في ساحة الاعتصام للتركمان. ولحد الآن لم نعلم من قتل نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجبهة، ومن يقف وراء هذه الاستهدافات السياسية. للأسف لا الحكومة ولا اللجنة التي تشكلت برئاسة السيد الشهر الثاني ولا مجلس النواب لحد الآن لم تتمكن من تحقيق شيء على أرض الواقع. ونحن السيد أرشد الصالحي أمام شعبنا، ماذا نقول لهم؟ السيد أرشد أشكرك جزيل الشكر، ولكن وقتنا قد تجاوز الوقت المسموح به. السيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية، شكرا جزيلا لك. بس إذا عرف وين الحكومة خلي يطلع يحكي وياها، وين الحكومة، وين الحماية، وين المسؤولين؟